شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أمس افتتاح فعاليات بريف 67 لفنون القتال المختلطة. وانطلقت الفعاليات على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بمجمع صالة عيسى بن راشد بمنطقة الرفاع بمشاركة كوكبة من لاعبي العالم. ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد بجميع لاعبي دول العالم وتابع سموه النزالات التي جرت في البطولة. وبهذه المناسبة أعرب سموه عن سعادته الكبيرة باستضافة مملكة البحرين لفعاليات بريف، والتي تعتبر امتدادا للبطولات التي نظمتها المملكة خلال الفترة الماضية في رياضة فنون القتال المختلطة، حتى أضحت البحرين وجهة دولية رائدة في هذه الرياضة. وأشاد سموه بجهود منظمة بريف والتي تعمل مع باقي الجهات الرياضية في الارتقاء برياضة فنون القتال المختلطة عبر استضافة هذا الحدث والمساهمة في خلق أبطال متميزين وصناعة المواهب والنجوم والتعريف بمملكة البحرين ومنجزاتها الحضارية، خصوصا وأن الفعالية تستقطب العديد من نجوم رياضة فنون القتال المختلطة حول العالم وتحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة لتكون البحرين مركزا هاما لهذه الرياضة على صعيد العالم. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن منظمة بريف للفنون القتالية المختلطة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في سبيل تعزيز انتشار هذه الرياضة، منوها سموه بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبون خلال الفعالية لتعزيز مكانة الوطن ومصالة مسيرة الإنجازات والمكتسبات الرياضية لرفع اسم مملكة البحرين في جميع المحافل واستقطاب الفعاليات القارية والدولية إلى المملكة.